المشاركة ديالنا اليوم جات عبارة عن أغورا، واحد الندوة مفتوحة اللي ناقشنا فيها الموضوع ديال البصمة الإيكولوجية. هذه البصمة الإيكولوجية اللي حاولنا نستهدفوا بها مجموعة ديال يعني ديال النقاط، من أهمها كيفاش أننا ممكن نحسبوا هذه البصمة الإيكولوجية بالنسبة للأفراد، بالنسبة للمدن، كذلك بالنسبة للدول، وكذلك بالنسبة للشركات. يعني كاين واحد الاستمارة اللي كنفرقوها على المشاركين تيحاولوا يعبئوها، وفي الاخير تنعرفوا واش البصمه ديالنا ايجابيه بالنسبه لكوكب ديال الارض او بصمه سلبيه.